السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم نهار تاني عندنا في تورونتو، وان شاء الله غادي نمشيو للاكواريوم وغادي نديكم معايا باش تهجموا تكتشفوا معايا. بغيت نهضر على تيكيت بالنسبه للناس اللي بغاو يقطعوا تيكيت من الاحسن انكم تاخذوها اونلاين، لان ملي كتمشيو لتما يعني الاكواريوم مع اي مكان كتلقاو ما شاء الله واحد الصف اللي كبير 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 بزاف، وكذلك بعض المرات كتلقاو انهم فول يعني ما كيبقاوش يدخلوا، يعني كيقول لك سير حتى النهار الثاني عاد اجي باش انك تقدر تدخل. غير بالنسبه للناس اللي مسويه اشتراك معاهم، يعني عندهم اشتراك بحال انا درت اشتراك معاهم، كيعطيوك هذا الباس هذا اللي كتشوفوا معايا، كيكون فيه الاسم ديالك الكنيه ديالك وكيكون فيه واحد نمبر لانك انك تقدري تدخلي به في اي وقيته صراحه، حتى لو انها كتكون فل ممكن انك تدخلي. المهم نتمنى انني نكون فدتكم في هذه النقطه هذه، لان بزاف بزاف ديال الناس كيوصلوا تما وكيبغيو انه وكياخذوا الصف وكيبغيو انهم باش يدخلوا وما كيلقاوش باقي عندهم التيكي وما عندهمش بلاصه، يعني كيحبسوا داك النهار ما كيبقاو يدخلوا حتى شي واحد، غير باش انكم ما تعذبوش يعني تمشيو حتى لتما وفي الاخير ما تدخلوش. من الاحسن انكم تاخذوا التيكيت ديالكم على قبل اونلاين او انكم تديروا معاهم الاشتراك.
Thank you.
Yeah.
وهنا يا اخوتي خواتاتي محل البيع الجيفت او الهدايا اللي تقدروا انكم تاخذوها معكم كسوفينير من اكواريوم. كاينين بزاف ديال الحويجات كيتباعوا تما، كاينين لي تيشيرت، كاينين الكبيسات، كاينين بحال هكذايا بورتكلي، كاينين بزاف ديال الاشياء. كاين كذلك هادو اللي كيتعلقوا في الثلاجة. الصراحة انا خديت هاد الشكل هذا عجبني بزاف، كيبقى سوفينير. احنا في اي مكان يعني او اي مدينة مشينا لها او اي دولة مشينا لها كناخدو هاد التويشيات اللي كيتعلقوا في الثلاجة، صراحة كيبقاو سوفينير. انك كتقولي مشيت لهنا مشيت هنا مشيت هنا، مهم كيبقى سوفينير زوين بزاف. كنقول لكم كاملين بالنسبة للناس الجدد او المتتبعين ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهدة وعلى الدعم الدائم لكم ليا. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله، ونتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ودمتم في رعاية الله ومع السلامة. Thank you.